السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مربيين المواشي جوه مصر وبره مصر وكل متابعينا ومحبينا اللي بيدعمونا. وبشكر الناس دايما، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. بشكر الناس دايما اللي بتدعمني واقفة جنبي، اللي بتعمل لايك، اللي بتعمل كومنت جميل. أحلى صباح عليكم يا رجالة. النهاردة مشترياتي من العجول بإذن الله اللي تطلع مدرعات على العيد بأمر الله تعالى، اللي تطلع مدرعات على العيد بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين 3 عجول بسم الله ما شاء الله، خليط انجليزي وخليط براون وخليط هولشتاين. 3 عجول من احلى الاصناف بالصلاة على النبي. عجول ما شاء الله، عجول قديمة ما شاء الله، اعمار حوالي سنة وشهرين، من سنة لسنة و3 شهور. اكبر حاجة فيهم ده العجل خليط الانجليزي ده، عمره تقريبا حوالي سنة و3 شهور ما شاء الله. والعجلين التانيين اعمارهم حوالي، في عجل سنة وشهر ولا سنة، والتاني العجل برضو التاني ايه عمر سنة. معلش الحلقة اللي فاتت، والله يا جماعة اعذروني، نسيت اقول اسم التحصين الاستقبال. اسم تحصين الاستقبال، تابع معايا الفيديو عشان تعرف العجل ده بينحقن ازاي، العجل الكبير ده بينحقن ازاي. دول بسم الله ما شاء الله برضو يا جماعة، للناس اللي طلبت مني عجول تلحق العيد بالصلاة على جمال النبي. اكل بس انت من هنا لغاية العيد ما شاء الله تطلع مدرعة، ما تطلعش عجل ان شاء الله بامرك يا رب تطلع مدرعة. عجل ما شاء الله شاسيه واسع، عجل اسطمبة، عجل بذرة، عجل ان شاء الله لحم. بس هو الفكرة كلها العجل يعني ضعيف شوية، عايز شوية اكل تلاقيه رم وحلو زي الايه، زي العجول اللي واقفه دي. دي عجول برضو باذن الله للعيد ان شاء الله، حاجه ما شاء الله محترمه قوي. بس ينكرموا زي ما انت شايف اكل وشرب بالصلاه على النبي. هم لسه جايين من شويه، لسه واصل انا من شويه بالصلاه على جمال النبي في الاكل والشرب. عجول عايزه تاكل وتشرب. النهارده نبدا عشان ما نطولش مع بعض. اسم التحصين يا جماعه، نخش على اسم التحصين عشان الناس كلها تعرف اسمه. افي فلور، افي فلور ده تحصين مستورد ضد الامراض التنفسيه. افي فلور بيطري يا جماعه، وبحقن معاه وبحقن معاه، لان في عجول بيبقى عندها حساسيه شديده. بحقن معاه امبول ديكسا، امبول ديكسا بشري من الصيدليه البشريه. طبعا هو تقريبا ال10 سم العجل ده ياخد له 10 سم، ال10 سم ب 60 جنيه يا جماعه. افي فلور، افي فلور ده تحصين ضد الامراض التنفسيه، وبنستعمله كتحصين استقبال للعجول دي. دلوقتي ما شاء الله انا هقرب لك برضو الكاميرا معايا، هقرب لك الكاميرا معايا وتشوف. هنديهم برضو التحصينات زي ما اتفقنا باذن الله، مش هنخرجهم. وما شاء الله هم اسعارهم برضو مرتاحه. السوق مولع يا جماعه، السوق شد شده رهيبه جدا جدا جدا. ان كنت عايز تعرف اسعار انزل السوق شوف الاسعار عامله ازاي، عشان تعرف برضو ان ابو سليم في السليم واسعاره دايما بإذنك يا رب مش هتلاقي زيها اتنين بأمر الله تعالى. عشان تعرف برضو السعر انزل السوق، قيم قيم اللي في السوق، شوف اللي في السوق بيتباع بإيه. اللي في نفس الحجم ونفس العمر ما شاء الله عجل في حوالي 220 كيلو يا جماعة. العجل ده في حوالي تقريبا متوسط وزنه 200-220 كيلو، يعني بالصلاة على النبي تطلع دبابة على العيد إن شاء الله بأمرك يا رب تطلع دبابة على العيد. ما شاء الله شايف العجل قدامك بيتكلم بالصلاة على جمال النبي، بيتكلم عجل خامة محترمة قوي. فبرضو هقرب لك الكاميرا عشان ندي التحصينات. وبرضو زي العجول الصغيرة، النهاردة تالت يوم للعجول الصغيرة معايا، تالت يوم للعجول اللي احنا صورناها، العجول اللباني ما شاء الله. تالت يوم ما شاء الله كلهم واقفين بياكلهم، الله اكبر عليهم. بس الفكرة كلها يا جماعة ان ايه، ان انا باذن الله مش هعلن عن سعرهم ولا اقدر ابيعهم غير لما انا اطمن عليهم في اكل وشرب واديهم تحصيناتهم. هم لسه فاضل لهم تحصينين اتنين عندي، ان شاء الله اديهم التحصينات الباقيه، اديهم حمى كلعيه واديهم حمى دم ان شاء الله. وباذن الله اللي يستلمهم ربنا يملاهم له الف بركه، وان شاء الله ياكلهم على ما يحلو كمان شهر ولا اتنين، يبقى يديهم جرعه اوفوماك وديدان. وعايز يحصن جلده عقدي مفيش اي مشكله، يحصن الجلد العقدي عند 6 شهور مفيش اي ادنى مشكله. ان شاء الله بامر الله هعلن عن سعرهم وقت البيع. نفس الكلام بامر الله تعالى في العجول دي ما شاء الله مدرعات بامر الله تعالى. فيهم عجل متوسطه 220، فيهم عجل، فيهم العجل مثلا متوسطه 180، وفيهم عجل متوسطه حوالي 170. تمام كده ما شاء الله تطلع 3 مدرعات على جد عشان الكلام ما ياخدناش.
عشان انا بحب اوصل المعلومه كافيه باذن الله. زي ما قلنا التحصين اسمه ايه؟ افيفلور. افيفلور مستورد بيطري. نتنقل بالكاميرا كده ويلا بينا عشان ندي تحصيناتهم باذن الله. الاستقبال كده على طول، ده اول ما العجل بيخش عندي لازم اديله التحصين ده يا جماعه عشان ابقى انا مطمن عليه بامر الله، لان طبعا بيبقى في السوق او في المكان اللي انا بشتري منه منقول من عربيه وانا بجيبه بعربيتي وبمشي بيه في هوا في مشوار بعيد في سفر، فالدنيا بتتدربك، ممكن يجيله كحه، يحصل له دربكه في معدته. فاحنا بنمحي الكلام ده كله بتاع امراض التنفسيه كلها بالايه؟ بالتحصين اللي هو بياخده بتاع الاستقبال ده. نخش يا باشا يلا بينا. زي ما انت شايف معايا بالصلاه على النبي العجول واقفه بتاكل ايه؟ صلاه النبي. العجول دي يا جماعه ما شاء الله عجول قديمه، عايزه بس شويه اهتمام، عايزه شويه اهتمام. انا ما يهمنيش ان انا اجيب العجل اللي هو العجل المزو العجل العريض، لا، انا ليا نظره في العجل اللي انا بجيبه، شويه اهتمام. 20 يوم تتفرج على عجل تاني غير العجل ده، 20 يوم بس. ليه؟ انا بحب اجيب العجل اللي هو شاسيه. طالما عجل هيقف علف، طالما عجل هيقف علف، وخد المعلومه دي مني، هتوقف عجل للعلف ما تجيبش العجل العريض، ما تجيبش العجل اللي هو مش قصدي عريض، ما تجيبش العجل اللي هو مزوي، بيبقى غالي على الفاضي يا جماعه. يعني ما تجيبش العجل اللي هو ظهره مربع وفتحته واكل ومتروس علف والدنيا تمام معاه، امال انت هتعمل ايه؟ اما تشتري بالشكل ده انت هتعمل ايه؟ ما انتش هتاكل؟ لا، اجيب العجل اللي هو ايه؟ اجيب العجل اللي هو الخامه. عجل معاه بسم الله ما شاء الله شاسيه كويس، عجل محترم، بس عايز شوية أكل، عايز شوية اهتمام. ده شغلي بقى، أديله تحصيناته، أجرعه، أديله إيفوماك يتجرع ديدان، وبعد كده أعلف وأنا وشطارتي. طلع لحم زي ما أنت عايز إيه تطلع لحم بإذن الله. برضو عشان تبقى دي معلومة أنت واخدها ومخلي بالك منها، بص ما شاء الله عجل عمر سنة، بس عجل الله أكبر شاسيه محترم، شاسيه أبني عليه، أختار الظهر العريض الفتحة الواسعة، الدماغ ما شاء الله الكبيره، البوز القصير، مقدم قصير، اختار عجل خامه احط عليها فلوسي. اجيب انا بقى العجل المربع، العجل الواكل، العجل التمام ب 22,000. عجل زي ده كده لو مربع ومرسوم ب 22,000، النهارده ب 22 ب 23,000. طب انا هعمل ايه؟ انا شغلتي ايه؟ لما اخده كده يخس عندي يتبهدل؟ لا، انا اجيب العجل الجعان يا باشا اللي عايز ياكل بالصلاة على النبي، اخدمه واكله ما شاء الله، اطلع زي ما انا عايز اطلع باذن الله. فانا كده باذن الله هرزق بسم الله ما شاء الله، عجول كويسه وعجول حيه. وطبعا احنا انت شفت معانا الحقن العضل في العجل الصغير، كنا بنديله طبعا في اللبلوب في وركو، لكن العجل ده هياخد في العضل بتاعنا يا جماعه، العضل اللي هو فوق بس العشرة سنتي، العشرة سنتي برضو مش هدهم له في مكان واحد، لا هدهم له في منطقتين، هدي له هنا خمسة واليمة التانية ايه خمسة، والأنبول الدكسة مع واحد فيهم. العجل ده في الحقن لازم تسرقه، لازم تسرقه. يعني انا احقن العضلة ومكان العضلة يا جماعة بالطريقة دي بس. كل سنة وانت طيب. شوف حقنته في ثانية الا ثانية، ما ينفعش ما ينفعش اتاخر عليه. حلو كده اهو، بص الكلام اللي انا بقول لك فيه، عجل اهو ليه صاحبه مديله برسيم زياده واتنقل في الهوا، معدته دربكت، لازم استقبله، لازم استقبله بالتحصين. تمام، التحصين ده قوي يا جماعه، مضاد حيوي وقوي ضد الامراض التنفسيه. حلو كده، وهيشتغل معاه يظبط له بطنه برضه، يعني شويه الاسهال اللي هو فيه ده مش اسهال بقى، ده بطنه سايبه، ده ما بنسموهش اسهال، ده بطنه سايبه. بطنه سايبه ليه؟ كل شويه برسيم زياده، حاجه زياده خلت بطنه تسيب كده، مسافه ما بياكل اول وجبه عندك بيظبط. انا دلوقتي حقنت في اليمه الثانيه، تمام؟ بس 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 نفس الكلام برضه يا جماعه، العجل لازم ايه؟ اسرقه بالصلاة على جمال النبي. خد التحصين اهو كده تمام يا باشا. نخش على
بص يا جماعه، بطنه بتدربك ازاي؟ من ايه؟ بطنه بتدربك من ايه؟ طبعا احنا قلنا البرسيم ميه كله، وهو بيبقى واقف صاحبه بيحش في الوش الاولاني فبيدي برسيم زياده. ده برسيم اللي هي داخله على لون البرسيم دي كده برسيم. مع اول وجبه بياخدها ان شاء الله باذن الله بيظبط وبيبقى اموره طيبه. نخش على العجل اللي بعده اهو. نفس الكلام يا جماعه، برضو العضله اهو يا جماعه، العضله اهو. الصلاه على جمال النبي، حقنا احنا كده. ده اساس يا جماعه، التحصين ده بتاع الاستقبال ده اساسي اساسي اساسي، ما اقدرش استغنى عنه، ولازم احصن العجول بتاعتي عشان باذن الله اللي ياخد عجل باذن الله من ابو سليم يتاكد 1000000% ان هو في السليم يا باشا. العجل التاني نفس الكلام اهو، اخطفه بره. كل سنه وانت طيب. حلو كده، بس يا حبيبنا بس. هما طبعا لسه مش متعودين على الوقفة على الخرسانة، فتلاقي العجل ايه، العجل بيتزحلق، بس على ما يتعود على الوقفة زي التمرين تلاقي العجل ما شاء الله بيقف واموره طيبة. بص بيتزحلق من الخرسانة ازاي، ليه ما خدش على وقفة الخرسانة؟ صلاة النبي، بس يا حبيبنا بس بس. خد التحصين معانا التالت اهو، الصلاة على جمال النبي. خش يا مدير، خش يا مدير. بس 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 بس. اهد. خد يا باشا كده، تمام يا باشا. حقنت انا فين؟ في العضله اهو، بسم الله ما شاء الله. والامبول الدكسه بتاع الحساسيه ده بشري يا جماعه، ده بشري. امبول الدكسه بيبقى فيه تقريبا اهو 1 سم. لسه العجول داخلة يا جماعة، لسه العجول دي داخلة. خطف كده اهو، ثانية الا ثانية. عشان ابقى انا مطمن والمشاهد مطمن وكله مطمن باذن الله. بقول لي يا جماعة 10 أيام بأمر الله تغير، 10 أيام تغير، يعني 10 أيام في أكل وشرب يغير بالصلاة على النبي، تشوف عجل تاني خالص. كل حاجة عايزة إيه؟ عايزة اهتمام وخدمة. كل حاجة عايزة اهتمام وخدمة، يعني أنت ما تجيبش الحاجة وتهمل فيها، الحاجة تبوظ منك وتقول إيه؟ وتقول مين كان السبب. لا يا باشا، كل حاجة عايزة خدمة واهتمام. بص عايز يطلع في قلب الطوال. خلاص يا باشا احنا خلصنا، متقلقش متقلقش. توكلنا على الله، تعالى بطل. بس كده اقدر اقول لك ان بسم الله ما شاء الله التحصين ده كفيل باذن الله. شويه كحه جايين للعجل يمنعهم، شويه اسهال زي كده
من البرسيم يمنعهم معدته تظبط. ما شاء الله منزل افرازات من مناخيره تتمنع. اي حاجه داخله عليه من النقل حتى الامراض اللاهوائيه والحاجات اللي بتتنقل في الهواء، واللي هو خرج من الزريبه من الدفا راح مشوار الفجر رجع في عربيه كلام من ده، يبقى انت امورك طيبه ومطمن باذن الله تعالى. وزي ما انت شفت معايا، شوف وشك على خير يا حبيب قلبي، متنساش تدعمنا بلايك وتعمل كومنت جميل، واشوف وشك على خير الحلقه الجايه. السلام عليكم. ونسيت اقول لك اسعارهم هتبقى في الجون ومرتاحه وامورك طيبه على الاخر يا معلم. السلام عليكم.